شارف البداية والانطلاق تجاه مسيرة العلم والازدهار. أنتم الأمل، أنتم المستقبل. أحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة والطالبات، نلتقي معكم اليوم في درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان الأرنب والسلحفاة الإملاء. درس اليوم أعزائي الطلبة هو التفريق ما بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء، لكن اليوم سأضع بين يديكم طريقة سهلة للتفريق بينهما سأخبركم بها. تابعوا. هيا أعزائي الطلاب، عزيزي الطالب، سنبدأ بالتاء المفتوحة. تأمل معي عزيزي الطالب، للتاء أشكال مختلفة حسب موقعها من الكلمة، فتأتي في أول الكلمة كما في كلمة تفاح. أيضا نشاهد التاء في وسط الكلمة كما في كلمة يكتب. أيضا للتاء موقع آخر تأتي في آخر الكلمة كما في كلمة بيت. إذن التاء المفتوحة تأخذ أشكالا مختلفة حسب موقعها من الكلمة، في أول كلمة كما في كلمة تفاح، في وسطها يكتب، في آخرها بيت. وهذه هي التي سنتحدث عنها في حصة هذا اليوم، التاء في آخر الكلمة. لابد من أن أذكركم أصدقائي الطلاب، أعزائي الطلاب، بصوت حرف التاء وصوته إت. صوته إت، التاء المربوطة. لاحظ عزيزي الطالب هذه الكلمات، لكن قبل أن نشاهد الكلمات عزيزي الطالب، أريد منك أن تفكر، هل التاء المربوطة لها أشكال مختلفة كما باقي الحروف؟ هل تقع التاء المربوطة في مواقع مختلفة من الكلمة؟ ما رأيكم؟ أحسن، التاء المربوطة لها موقع واحد فقط، فهي تأتي دائما في آخر الكلمة. رائع. إذن التاء المربوطة لها موقع واحد فقط، دائما في آخر الكلمة. أما باقي حروف اللغة العربية فهي تأتي بأشكال مختلفة حسب موقعها من الكلمة، كما لاحظنا في التاء المفتوحة، فلاحظناها جاءت في أول الكلمة، جاءت أيضا في وسط الكلمة، وظهرت في آخر الكلمة. التاء المربوطة، تأمل معي عزيزي الطالب هذه الكلمات. رائع، كلمة قطة، قطة. الكلمة الثانية، أحسنت، هرة، هرة. لاحظنا أن التاء في آخر الكلمة، بأي حال جاءت في كلمة قطة؟ أحسنتم، جاءت متصلة، إذن التاء كانت متصلة. أما في كلمة هرة منفصلة، لأنها، أحسنتم، سبقت بحرف من الحروف الرافضة. إذن التاء المربوطة لها موقع واحد فقط في آخر الكلمة، ونلاحظها إما متصلة وإما أن تكون منفصلة. الهاء، هيا عزيزي الطالب لنتعرف إلى الحرف الهاء. الهاء اسمه هاء وصوته أه. هل لحرف الهاء أشكال مختلفة؟ هل يقع حرف الهاء في مواقع مختلفة من الكلمة كما حرف التاء؟ نعم، أحسنت، سنشاهده في أول الكلمة كما في كلمة هلال، هلال. أيضا في وسط الكلمة يظهر كما في كلمة نهر، نهر. ويظهر أيضا في آخر الكلمة كما في كلمة فواكه، فواكه. مرة أخرى، هلال، نهر، فواكه. في كل مرة تم لفظ حرف الهاء بصوته إه. إه. فواكه، هذه الهاء التي وردت في آخر الكلمة التي سنتحدث عنها اليوم، وهي التي عادة ما يخطئ الطلبة في كتابتها، يحدث هناك
خطأ إملائي يقع فيه جميع بعض الطلبة، حيث لا يستطيع أن يميز الطالب إن كانت تنتهي بها أم هي تاء مربوطة أم يكتبها تاء مفتوحة. وهذا ما سنتعرف عليه اليوم في الدرس، كيف نميز في نهاية الكلمة إن كانت هي هاء أم تاء مربوطة أم تاء مفتوحة. تابع معي عزيزي عزيزي الطالب، هيا معي لنستطيع أن نميز ما بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة من خلال هذه الأمثلة. عليك عزيزي الطالب في كل مرة، مرة أن تنطقها تكون ساكنة ومرة تنطقها محركة، بمعنى أن تكون حركتها إما فتحة أو ضمة أو سكون. هيا معي، شجرة، شجرة. ما الصوت الأخير الذي خرج من فمك عندما لفظت الكلمة وتوقفت؟ شجرة. رائع، الهاء. إذن عندما توقفت لفظت التاء المربوطة هاء مرة أخرى، شجرة، شجرة. إذن عندما توقفت ظهر صوت الحاء رغم أنها هي تاء مربوطة. لكن إذا تابعت في القراءة ماذا سيخرج الصوت؟ اقرأ عزيز الطالب. رائع، شجرة الزيتون، شجرة الزيتون. نطقت تاء، نطقت تاء. إذن التاء المربوطة عند الوقف نطقت هاء، وعند الوصل نطقت تاء. لننتقل إلى التاء المفتوحة لنلاحظ كيف تنطق عند الوصل وعند الوقف. اقرأ عزيزي الطالب. بيت، بيت، بيت. نطقت تاء، نطقت تاء عند الوقف. أما عند الوصل، بيت جدي، بيت جدي. أيضا رائع، نطقت تاء. إذا التاء المفتوحة عند الوقف نطقت تاء، وعند الوصل أيضا نطقت تاء أيضا. إذا التاء المربوطة عند الوقف تنطق هاء، أما التاء المفتوحة عند الوقف تنطق تاء. التاء المربوطة عند الوصل تنطق تاء، والتاء المفتوحة عند الوصل أيضا تنطق تاء. إذا هذا الفرق ما بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. عليك عزيزي الطالب الآن أن تكتب كلمات في دفترك تنتهي بتاء مربوطة وكلمات تنتهي بتاء مفتوحة، وتحاول لفظها. هيا معي عزيزي الطالب لنلاحظ الفرق ما بين التاء المربوطة وما بين الهاء. كما في التاء المربوطة والتاء المفتوحة نطقنا مرة ساكنة ونطقناها مرة متحركة، الآن نفس الأمر. هيا معي عزيزي الطالب، ألفظ هذه الكلمة. هدية، هدية. انتهت بتاء مربوطة ولفظ الحرف الأخير، التاء المربوطة لفظ هاء، هدية. رائع، إذن عند الوقف لفظت هاء. هيا عند الوصل لنقرأها، هدية العيد. رائع، هدية. نطقت عند الوقف تاء وعند الوصل هاء. ماذا عن حرف الهاء؟ هيا عزيزي اقرأ. رائع، فواكه، فواكه. الهاء لفظت هاء عند الوقف، فواكه، فواكه. ماذا عنها عند الوصل؟ اقرأ. رائع، فواكه الموسم، فواكه الموسم. أيضا لفظت هاء، لفظت هاء. إذن نستنتج أن التاء المربوطة عند الوقف تنطق هاء، وعند الوصل تنطق تاء. أما الهاء عند الوقف تنطق هاء، وعند الوصل
تنطق أيضا هاء. إذا التاء المربوطة مرة أخرى عند الوقف تنطق هاء، وعند الوصل تنطق تاء، والهاء في كلتا الحالتين عند الوقف والوصل تنطق هاء. أيضا أطلب منك مرة أخرى كتابة كلمات في الدفتر تنتهي بتاء مربوطة وكلمات تنتهي بها، وتحاول أن تلفظها مرارا وتكرارا عزيزي الطالب. هيا عزيزي الطالب لنتأمل هذا الجدول من خلال ما توصلنا إليه في الفرق ما بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء. بداية تنطق تاء في الوقف، هل التاء المربوطة تنطق تاء عند الوقف؟ نعم لا تنطق تاء، أحسنتم، إجابة صحيحة. هل تنطق التاء المربوطة تاء في الوصل؟ نعم أحسنتم، تنطق تاء عند الوصل. هل تنطق هاء عند الوقف؟ ما رأيكم؟ نعم تنطق هاء عند الوقف.